السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. موضوع هذه الحلقة سيكون كيفية إزالة حظر الإعجاب بالصفحات على الفيسبوك. يعني يوجد الكثير من الصفحات التي تريد تسجيل إعجابك بها، ولكن يوجد لديك حظر ولا تستطيع تسجيل إعجاب بصفحات جديدة. لن أتحدث مثل باقي الشروحات وباقي القنوات يقول لك افعل هكذا وافعل هكذا وسيزيل الحظر بعد 24 ساعة، ولكن سأتحدث من منطق تجربة شخصية وعن تجربة شخصية بالفعل. فلدي يعني حساب في الفيسبوك، حسابي الشخصي حوالي 6 أشهر كان لدي حظر الإعجاب بالصفحات، ولم أتمكن من يعني لم أكترت له ولم يعني أبحث عن حله ولا توجد أي مشكلة، ضللت معه هكذا يعني بالحظر. ولكن بعد مدة قليلة يعني أصبحت يعني أريد الإعجاب بالعديد من الصفحات، ولكن الحظر يعني يمنعني من الإعجاب بها. قمت ببحث عن العديد من الشروح تقول لك بأن تلغى العديد من الإعجابات أو الإعجابات أو تقوم بإلغاء الإعجابات التي أنت لا تتبعها أو غير مهتم. يوجد طريقتين يمكنك يعني إلغاء الإعجاب بالصفحات التي لا تتبعها والغير مهتم بها يدويا، يعني تأتي إلى هذه الصفحة لا أتبعها تقوم بإلغاء إعجابك بها، أو مثل ما فعلت أنا استخدمت أداة تمكنك من إلغاء الإعجاب بجميع الصفحات في الفيسبوك في حسابك. وبعد ذلك يعني استطعت حل هذه المشكلة، ولكنني لم ألغي الإعجاب بجميع الصفحات. على فكرة قمت بإلغاء الإعجاب حوالي 500 صفحة وفقط هكذا باستخدام هذه الأداة أوتوماتيكيا دون أي تعب دون أي شيء. وبعد يومين عندما دخلت إلى أحد الصفحات وقمت بالنقر على زر لايك ليعجب بها، ذهب زر لايك وقمت يعني أعجبت بها بدون أي مشاكل. فالفكرة فقط تقتصر على إلغاء الإعجاب ببعض الصفحات التي أنت لا تتبعها، وتوجد طريقتين يدوية بإلغاء الإعجاب كما قلت لك، وكذلك الأوتوماتيكية بالإضافة التي تستخدم أو تضيف إلى أو تضيفها إلى متصفح جوجل كروم. لا تبحث كثيرا، سأريك الطريقتين في هذه الحلقة بإذن الله. ابقى معي بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدي الكريم، بالطريقة اليدوية ستنتقل إلى صفحتك الشخصية في الفيسبوك، ثم بعد ذلك تذهب إلى مور وتختار لايكس أو تسجيلات الإعجاب. بعد ذلك يصدر لك الصفحات التي قمت بتسجيل إعجابك بها. سترى الصفحة التي لا تريد يعني أو لا تتبعها وتضغط على أن لايك هكذا بالطريقة اليدوية وتلغي إعجابك بكل الصفحات التي أنت غير مهتم بها، وأنصحك باختيار أكبر عدد ممكن من الصفحات. هذا بالنسبة للطريقة اليدوية. أما بالطريقة الأوتوماتيكية بتنزيل هذه الإضافة أو إضافة هذه يعني الأداة إلى متصفح جوجل كروم، بعد ذلك تدخل إلى الفيسبوك وإلى صفحتك الشخصية وتأكد من أن الفيسبوك باللغة الإنجليزية. بعد ذلك ستضغط على الإضافة. طبعا الإضافة يوجد بها العديد والعديد من الخيارات، وليس فقط إلغاء الإعجاب من الصفحات. يوجد unlike from all Facebook pages at once، يعني هذا هو الخيار الذي نريده. يوجد بها العديد من الخيارات التي ربما تحتاجها في هذه الأداة التي يعني توفر لك كل ما تحتاجه في الفيسبوك. إذا تضغط على هذا الخيار لإلغاء الإعجاب بجميع الصفحات هكذا، ثم بعد ذلك تختار unlike all Facebook pages at once هكذا، ثم تضغط على موافق. إذا كما ترى مشاهدي الكريم 2-3 الآن بدأ في إلغاء الإعجاب، تتركه هكذا حتى ينتهي من إلغاء إعجاب بأغلب الصفحات أو جميع الصفحات، أو يعني عند وصول إلى عدد محدد حوالي 500 تلغي هذه العملية مثل ما فعلت أنا. وبعد حوالي 24 ساعة أو يوم أو يومين جرب الإعجاب بصفحة جديدة على الفيسبوك وسترى أن زر لايك يعمل، لا يوجد حظر أو أي شيء، وقد تم إزالة الحظر من الإعجاب بصفحات الفيسبوك بالفعل. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابك. رجاء أن أعجبك هذا الشرح لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو هنا قم نقر لي قبل أن الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. ألتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.